الحسين بن عيادة هو لاعب جزائري ولد بفندا سنة 1992 8 أغسطس، وهو لاعب كرة القدم جزائري في مركز الدفاع، يلعب حاليا مع فريق الوداد الرياضي. انتقل النجم السابق لشباب قسطنطينة لنادي النجم الساحلي التونسي لمدة سنتين ونصف بصفقة انتقال حر، وشارك مع المنتخب الجزائري المحلي في نسخة 2021 لبطولة كأس العرب، توج بالكأس بعد أن لعب 6 مباريات دون أن يسجل أي هدف، ولكنه قدم تمريرة حاسمة حيث لعب دور هام في تشكيلة الجزائر للوصول للنهائي. بالنسبة لبطولته، دوري الجزائري مرتين مع اتحاد الجزائر 2016 وشباب قسطنطينة 2018، كما توج مع منتخب بلاده بكأس العرب 2021.